أهلا وسهلا بكم. بعدما رأينا إذن في الدرس السابق كيفية إضافة اللغة العربية كلغة إدخال، سنرى في هذا الدرس كيفية إضافتها كلغة واجهة، أي أننا سنرى كيفية تعريب توزيعات أوبونتو. إذن أولا ندخل على إعدادات النظام System Settings، منها ندخل على دعم اللغات Language Support، ومنه ننتظر حتى يتم كشف اللغات المثبتة. بعد ذلك ندخل على Install Remove Languages، تثبيت وحذف اللغات. نبحث عن اللغة العربية ونضع علامة تفعيل أمامها، ثم نضغط Apply Changes لتثبيت اللغة العربية. بعد انتهاء التثبيت نعود للنافذة الرئيسية لدعم اللغات ونقوم. اللغة العربية ستكون مثلا في المرتبة الثانية أو الثالثة، لا أعرف. بعد ذلك نقوم بجرها للمرتبة الأولى ليكون أو ليصبح نظامنا معرضا. لتفعيل التعريب نقوم بالخروج من الجلسة وإعادة الدخول إليها، بعد ذلك سيكون النظام كاملا باللغة العربية، وهو ما سنراه في الدرس المقبل مع أهم المناولات التي يجب أن نقوم بها بعد التعريب. نلتقي في ذاك الدرس إذن إن شاء الله.